هكذا الانطلاقات، هكذا الابداعات مستمرة على ارضية هذا الميدان. اشواطنا مستمرة، تحديات متجددة على ارضية هذا الميدان. شوطنا العاشر، ختام اشواط المشتركات على ارضية هذا الميدان، مباشرة مع الصدارة، مع مقدمة هذا الشوط، مع المركز الاول شاهين ومحمد بن خالد بن خلفان النيادي على الصدارة، على مقدمة هذا الشوط على المركز الاول في هذا المسار المستمر. الابداع المثير مع رماد، مع رماد على البداية الاولى على مقدمة هذا الشوط على المركز الاول، على البداية الأولى، بينما المركز الثاني تقدم في هذه اللحظات مع بحر وسعيد، هنا أيضا بن هاشل يتقدم مع المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الخامس. الشعارات الحاضرة، الأسماء المنطلقة في هذا الشوط، شوط ختام أشواط المشتركات على أرضية هذا الميدان. ولكن نعود مع الصدارة، مع شاهين أو رماد، رماد 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 على الصدارة، رماد على مقدمة هذا الشوط، يتقدم على الصدارة. محمد بن خالد بن خلفان النيادي على الصدارة، خالد بن خلفان النيادي في هذا المسار، في هذا الإبداع. شوف الفالق، شوف وتابع رماد، انطلاقة رماد، إبداع رماد، انطلاقة الذاتي بلا أي منافس، العصافة لبطان، ما شاء الله وتبارك الرحمن. يتقدم رماد وخالد بخلفان، هنا ايضا النيادي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك رماد، يقدم لنا رماد خالد بخلفان النيادي لحظات وصوله، عبوره الى خط نهاية، معلن ناموس هذا الشوط، معلن تفوق في هذا الابداع الكبير، في هذا الانطلاق المثير. يا سلام، لحظات وصوله الى خط نهاية مع رماد، قدم لنا رماد خالد بخلفان النيادي، بينما المركز الثاني تقدم في هذه اللحظات ووصل له شاهين محمد بن عوض بن مبارك المهيري. والمركز الثالث، المركز الثالث، هنا ايضا نحيل الى اعضاء خط النهاية. هالتوقيت الزمني 2:17، تهانينا والناموس لجميع الاخوة الفائزين في هذا الصباح.